يا صباح الجمال، صباح الفل، صباح المحبة على كل الناس الموجودة على شاشة الصحة والجمال. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء الهوى. تزامنا مع هذه اليوم الجميل، يوم المحبة، يوم الحب، أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يجعل كل أيامكم مودة وحب وامتنان، ودايما تكونوا مترابطين مع بعض. النهاردة الحلقة بتاعتنا بإذن الله هتكون مختلفة جدا. احنا بنحتفل بيوم جميل جدا، ودايما احنا مفروض مش بنخصص يوم واحد للحب، كل أيامنا دايما حب بكل تأكيد. مع ذلك احنا هنتكلم يعني في أكبر قضية عاملة مشاكل لكل الناس، رغم وجود الحب، رغم وجود حاجات كتيرة جدا في حياتنا، بس احنا بنفتقد الجانب ده اللي هو جانب الطلاقات الكتيرة، جانب المشاكل اللي بتحصل في الأسر، جانب اللي هو الأسرة تكون متفكفكة، جانب طلاقات، على مش عارفة مشاكل أسرية. زي ما قلت لكم هنناقش الكلام ده النهاردة مع ضيفتي اللي منورانا في الاستديو، أستاذة هدى حسن محمد. هي مستشارة إعلام حاصلة على دكتوراه فخرية في مجال التخطيط وفن الإدارة من أكاديمية الوطنية والتعليم والتنمية للإعلام، أيضا حاصلة على سفيرة السلام من الأفرو الأسيوي والجمعية العربية للثقافة السينمائية، أيضا حاصلة على وسام التميز من مؤسسة عيون مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك؟ عاملة إيه؟ الحمد لله، كيف حضرتك؟ طيبة. وحضرتك طيبة، مبسوطة جدا انه تكوني معايا للمره الثانيه. انا سعيده والله، ربنا يبارك. استاذه هدى من الناس اللي صراحه مش عارفه اقول لكم ايه، من كميه التفاعل، من كميه الدعم اللي انا دايما بلاقيها منها على طول. يا روزي خليكي مطمئنه انك انت مش غريبه، احس انك كانك مع اختك الكبيره. صراحه انا بشكرك على الروح الجميل ده جدا. النهاردة هنتكلم عن مشكلة يعني صراحة شغلة الناس كلها أو شاغل كل العالم، اللي هي مشكلة المشاكل الأسرية والتفكك الأسري. هنتكلم عن الظاهرة برضو جديدة، الجواز عن بعد. زمان كنا بنسمع دراسة عن بعد، بس دلوقتي بقينا نسمع جواز عن بعد، وبعد كده مشاكل وآثار كتيرة احنا بنتعرض له من الجواز ده، وأيضا التفكك الأسري هم اللي بيتحملوا الابع الاطفال. حضرتك يعني مدير قسم بالتعليم، فاكيد انتوا يعني بتواجهوا المشاكل دي، وكل الاطفال اللي بيكونوا قدامكم ناس كتير بتجي بتشتكي من الحاجات دي، بتلاقوا اطفال حزينه من كثره انهم يعني الاسر مش موجوده مع بعض، يمكن ابوه في حته تانية وماما في حته تانية. فهنتكلم في الاطار ده، اتفضلي. هو حضرتك فعلا احنا بتقابلنا مشاكل كتيره من ناحية الطلاق والانفصال الأب عن الأم. الأطفال هم اللي بيجنوا الثمرة دي. أيوة. يعني دي حاجة مشكلة كبيرة. حكاية الجواز عن بعد أو الجواز أو الانفصال عامة، ده بيسبب مشكلة جامدة بالنسبة للطفل، بيسبب له عقدة. أيوة. احنا عندنا الأخصائيين يعني بجد مش عارفين يعملوا ايه، كل شوية مشكلة. كل أيوة. يجي أيوة. ويجي ولي الأمر ساعات يتخانق في عندنا في المكان في المدرسة، عايز ياخد الولد والأم عايزة الولد. طب وبعدين؟ وبعدين في التفكك ده. حتى بالنسبة للموضوع ده، القانون الأحوال الشخصية ان هو خلى سن الحضانة لحد سن 15 سنة. أيوة 15 عام. طبعا دي مشكلة برضو. أيوة. هنا الطفل بيكون خلاص كبير، وهو هي دايما الحاجة بتبقى ويلفة، طالما أنا اتولفت على حد فهحبه، وانت مش موجود معايا، فلما تجي أنا عمري 15 سنة تقول لي أنا عايزك أو أنت ابني وتعالى تكون معايا، فالموضوع هيكون صعب. هو طبعا صعب جدا. بس طب الأب هيعمل إيه؟ ما هو القانون يعني يكون كده. أيوة. بس دلوقتي إحنا في يعني العيل بيتشتت، بيطلع ما الأب مش موجود، الأم مش هتقدر تسيطر على الولد ولا تقدر تحكم عليه. أيوة. مهما كان طبعا هي بتحبه. احنا ما بننكرش حب الأم لأولادها وأطفالها. طبعا الأم دي حاجة عظيمة، يمكن هي أقرب للطفل، بس مع ذلك مش هيمنع إنه الأب أيوة لازم يبقى موجود قدوة. طبعا يبقى حاجة قوية تحكم الولد، لأن الولد أنا ما أعرفش، أنا ما أضمنش الولد ممكن يحصل إيه، ممكن يتلم على إيه. أيوة. ممكن يبقى عصابات، تهريب، مخدرات، لأنه احنا في وقت دلوقتي وقت صعب جدا، الوقت عايز. هو دلوقتي بقى المفروض الاب يبقى موجود بقى ايه جنب الولد. ايوه. احنا ما بننكرش ان الام ذات الحنان وكل حاجه،
بالنسبه للبنت، البنت عادي هي الام حمايه لبنتها. ايوه ما بنتكلمش يعني هنتكلم في اطار الابن. الابن احنا بنتكلم على الابن اللي هو الشباب اللي هم المفروض ان احنا يعني يبقوا هم دولت ايه المستقبل بتاعنا. جميل. اما يكون الاب بعيد ويجي يقول لك قانون الرؤيه، يجي الولد عشان تشوفي ساعتين، ده الواد تعبان، ده الواد سخن، ده ما جاش، ده ما اعرفش ايه. أيوة. والولد بيحصل له عقده، الاب مش نفسي. موجود. ايوه، وغير نفسية. انه يروح المدرسه يلاقي صحابه. الواحد النهارده باباي جه الاب معايا، مش النهارده موجود، ابويا قال لي كده وهو ما معهوش بابا. ف دي مشكله بيقابلنا احنا مشاكل كتير قوي من النوعيات ديت. ويجي ولي الامر يقول ابني عايز اخده، امه تقول لي ده معايا حكم محكمه بالحضانه، الطفل ما ينفعش. ويفضلوا يتخانقوا قدام الطفل. بيتخانقوا حتى لو في واحد عايز يحول الولد من عندنا المدرسه، ما ينفعش الا بولي الامر. طب ما هو ولي الامر ده المفروض يعني هو اسم شهاده الميلاد بس، المفروض ان هو برضو يعني القانون ده يتعدل شويه، يعني بدل أيوة. سن 15 على الاقل سن 9 سنين. أيوة. هو الاول كان 7 سنين. 7 سنين. كان ايوه 7 سنين، كان دلوقتي 7 سنين خلوه سن 15 سنه الحضانه. كده، الطفل مش هيقدر يسيطر عليه خلاص، يعود ربنا. ايوه، هو خلاص فاحنا بيكون عايزين وصل لمرحله انه هو بيجي عارف ان الدنيا ماشيه ازاي، عارف هو خلاص عاجل يعني، فمش هيعرف انه فالاب ايه شهاده الميلاد، اسم شهاده الميلاد، لو ما يحصل مشكله هاتوا الاب، يحصل تحويل من مدرسه لمدرسه هذا حد الاب. الاب. طب ايوه وفين الاب بقى؟ الدور. فين الاب ايوه المفروض اللي يربي ابنه؟ يعني المفروض يبقى فيه قدوه، هو القدوه بتاعته. ايوه فديت مشكله برضو. طيب، احنا يعني صراحه لو الناس قعدت، مهما الناس اتكلمت انه تمنع المشاكل دي، طبعا مش هتتمنع الطلاق وحاجات احيانا اسمه وحاجات مذكوره في الاديان، فما فيش حد يعمل حاجه بايده. حضرتك بتشوفي ايه في الحته دي؟ يعني انه الطفل لازم يكون مع بابا ولا ماما ولا ايه اللي يحصل؟ هو او المفروض السن، او هو مفروض حضرتك السي او مفروض قانون الاحوال الشخصيه يتعادل القانون القديم ولا ايه؟ هو المفروض القانون يتعدل، لان سن 15 سنه ديت خلاص، يعني انت الطفل تشبع بحاجات ايوه المكان اللي هو عايش فيه، ايوه ايوه بيمشي براحته، ابوه مش موجود. ما هو حتى لما يجي كمان في حكم المحكمه القاضي يقول له حسب الولد، ما هو عايز لو هيقول له عايز ابويا عايز مامتي خلاص خلاص انتهى، يروح. هو ده يبقى كده، كده ده بيئة القانون كده اصلا، ان القانون الطفل كده يروح قال لك معاه. حسب الطفل، ما يكون بقى بقاش طفل بقى، يكون بقى راجل بقى، ايوه حسب ما هو عايز. لو عايز يعيش مع مامته يكمل خلاص، طب ما خلاص، طب ما يبقى كده، يبقى كده الولد ضاع، ايوه يبقى كده ضاع بين الاب وبين الام. فالمفروض ان القانون يتعدل. غير برضه استاذه حوده، انه يعني المشكله يعني الحاجه شويه صعبه، انه اسبوع مع، يعني في ناس بتعمل كده، اسبوع مع مامته اسبوع مع بابا، هو صعب برضه، فانتقال من مكان لمكان ده برضه صعب تغيير صعب الجو وتغيير حاجات كتيره، ده برضه ليه اثر جانبي للطفل جدا اثر يعني. جانبي. في امهات ايوه مع يعني للاسف يعني بيدوا صوره وحشه للطفل عن الاب. ايوه ما ينفعش كده، ما ينفعش ان انت تقول ده ابوك وحش، ابوك وكذا، ابوك ما عمل فيها، ده بيحط عنده رواسب بعد كده، أيوة عمره ما أيوة ينسى، عمره ما ينساش مش هينسى الحتة اي دي. حاجه، أيوة اي حاجه حصلت. ربي ابنك بالحب، خليه يكون نقي وطاهر من جواه، مهما حصل بينك وبين جوزك دي حاجة بينكم انتوا الاتنين. ما هو طفل يعني، هو ذاكرته فاضية، كل ما قلت بيتشبع. له أي حاجة بيتشبع بالحاجة دي، ويعمله يمكن يطلع لقدام حقود، يطلع لقدام بيشيل من عنيف، ابوه، يبقى حاقد على أيوة ابوه. حاقد على المجتمع عامة حتى، يعني طيب مش انا هياخد على والله أبوه بس لوحده. في ناس اعرفهم اتصلوا عليا وكلموني، قالوا اتكلموا في الموضوع ده، أيوة الراجل بيبكي بيقول زوجتي اللي هي طليقته مفهمه الاولاد ان انا مت، ان هو توقع ان هو توفى. تخيلي مش والله من العظيم في حقها منتهى طبعا. القسوه، انا بجد يعني انا بكيت والله على ما لا بيتصل عليا سوري. وبيقول ايوه دي حاجه سوري. يعني حاجه صعبه جدا بصراحه يعني. ايوه طبعا، انتوا اكتر ناس بتتعرضوا للمشاكل دي بالذات في المدارس، اولياء الامور بتشوفوا المناظر اللي هي صراحه الواحد حتى العيل بيطلع شرس يعني، يطلع ايوه، ما انا بقول لك اول ما يشوف كده بيطلع يعني حقود لكل المجتمع، حتى مش بيحقد. لبابا لوحده يعني، وبيفتكر نفسه انه مثلا الناس الاطفال التانيين مش احسن مني بحاجه، ليه هم موجودين مع. ايوه فالمفروض ان بقى يعني الست تخلى عليها شويه يعني. انا عارفه ان في برضو يعني في رجاله كده، بس بيسعوا برضو لوحدك الواحد يزعل دول ولا دول. احنا ايوه عايزين يبقى يعني نحط في اعتبارنا الطفل ده، ايوه ده اللي هيبقى شاب، دي اللي عمود المستقبل، ده اللي ايوه هيتبني عليه كل حاجه. ان انا ما اطلعه فاشل او انه يحقد على ابوه ايوه وكده، انا المفروض ان انا اتحمل بقى شويه الخلافات الاسريه. الاسريه وعماتك مش عارفه ايه وجدتك، وبعدين فالحاجات في دي حاجه حاجات صعبه يا صراحه. استاذه،
ما يبقى العيل موجود لسن 15 سنه ممكن مش عارف عماته، مش عارف عمامه، مش عارف كتير. اهله، مش عارف أيوة. مش عارف الاسره بتاعته. لو قلنا احنا معلش لو هو ساكن في حته تانية او هم مقيمين في حته تانية بعيده منهم ما فيش مشكله، بس هم يبقوا متواجدين ويكون ما فيش صله رحم، دي حاجه صراحه دي مشكله. ما الواحد مش عارف ده مين عمه ومين ابن عمه. تفتكري الكلام ده كله مشكلته الجواز اللي هو جواز تقليدي، او تفتكري انه زي ما قلت لك الظاهره الجديده جواز عن بعد، يعني حتى ما يكونوش عارفين بعضهم وكده؟ هو حضرتك بالنسبه لو الشباب اللي هم كبروا دولت جواز تقليدي ما فيش يعني حب ولا في ايوه زمان وتربينا هم يعني ابهاتنا اتجوزوا كده وتربينا احسن الحمد لله يعني. انما بالنسبه للجواز عن بعد بقى واللي بيحصل دلوقتي ده ديت منتهى. اقول لك ايه يعني ده دمار. ده جواز عبر السوشيال ميديا يقعدوا بقى الحياه ورديه ومش عارف ايه، ويجوا بقى بيجوا في الايه يقعدوا شهر وشهرين وبعد كده ايه ويجي في الواقع بقى الحياه الواقع بقى الواحده ممكن خلاص مش هتجوز الا ده، ما تعرفش ان في يعني حاجات كتيره مستنياها. ايوه هي الجواز مسؤوليه طبعا، مسؤوليه مسؤوليه واسره، يعني من اسره انت بتكوني اسره صغيره، وغير انك بتتكوني في اسره صغيره تكوني بعد كده اسره اللي هو اسره جوزك، انت بتكوني فرد منهم. فانت هتكوني يعني داخله على ناس، اسره جديده داخله على بيت جديد داخله على طبعاً تفاصيل طبعاً. كتيره جديده، لازم انت تكوني قد المسؤوليه. لو ما كنتيش يعني انت قد المسؤوليه اكيد يعني هتفشلي وهيحصل اللي هو الطلاق اللي هو برضو مشكله برضو. ان هي بتخيل لها الشخص ده ان هو يعني هو دي فتاة احلامها وحقق لها كل حاجه، لكن بتيجي بقى في الواقع بتلاقي حاجه تانية خالص. الاهل بقى بيقعدوا هم يقعدوا ينبهوا البنت، البنت بتبقى مصممه مش هتجوز الا هو، خلاص مش هتجوز الا هو، تيجي بقى تتصدم ايوه بالحياه المعيشيه الصعبه. وانت عارفه هي الحياه يعني صراحه الحياه بره حاجه تانية، ولما تدخلي البيت حاجة تانية. الجواز ده مسؤولية. ففي الكلام ده احنا بنقول عشان كده لازم الناس تمنع جواز القاصرات اللي هم جواز الأطفال اللي هم بيكونوا ما يعرفوش ايه المسؤولية. عارف يعني صح؟ ايوه يعني انا النهارده لما نتجوز واحدة عمرها 12 سنة دي عارفة ايه؟ هتعرف تكنس ولا هتعرف تعمل اكل ولا هتعرف يعني المسؤولية مش بعدين اكيد ماما امها مش هتيجي معاها؟ حضرتك دلوقتي عندنا في الارياف برضو حاجات ان هم البنت عندها 15 سنه ده اتخطب، لا لازم تتجوز. يا جماعه ده لسه في لسه فاضل لها 3 سنين او على الاقل ويخرجوها حتى من المدرسه بيروحوا بيكتبوا عرفي. ده دي مصيبه، بيكتبوا عرفي عند المأذون وتيجي البنت تتجوز وتيجي تخلف ولد ولا اتنين، وبعد كده لسه السن القانوني ما وصلتش السن القانوني انها يكتبوا كتاب، بيحصل مشاكل ويجي الزوج يقول لك انا مش معترف بالاطفال دي. مش معترف، وهو كان اصلا من الناس، هو كان يوم الجواز قاعد وهو اللي عمل الحاجات دي كلها ويجي يقول لي ويقول لك ما يحصل مشاكل بقى، يقول لك هي دلوقتي مش مراتي متجوزه عرفي. طب ما هو دلوقتي الناس كلها عارفه ان هي زوجتك، يعني الغلطه عند الاهل ان انتوا اتسرعتوا ان انتوا عايزين تجوزوا البنت وخلاص. ايوه فديت من ضمن المشاكل اللي بتوصل لحاجات احنا يعني في غنى عنها. زي الاطفال بتترمى في الشوارع. ايوه زي ما قلت لك انه يعني نامن انه المجتمع والحكومه وكل الناس والاسر طبعا، يعني سيبك من الناس دي كلها، الحكومه الاسره بذات نفسها هتستفادي ايه لما تتجوزي بنتك وهي صغيره؟ هتستفادي ايه وهي لسه عيله صغيره عايزه اللي يقول لها اعملي كذا قومي، يعني حتى هي مش عارفه تعمل واجبات لنفسها، فهتعرف تعمل واجبات لجوزها؟ لسه طفله. المفروض يعني على الاقل حاجه 20 سنه عشان تعرف الدنيا ماشيه ازاي. ايوه انما هم بقى الارياف عندنا مشكله حكايه ان خلوها برضو تتعلم، يعني اللي هم اللي بيتجوزوا كده في الارياف برضو خلوها تتعلم. كل ما اتعلمت كل ما المسؤوليه. ايوه عارفه تربيه طفل. أيوة. يعني تجيبي طفل دلوقتي مش عارفه يتربى ازاي، وبعدين يعني بتحصل مشكله بعد كده. الطفل ده ممكن انا اعرف في حاله كانوا كاتبين عرف ولسه ما اتغير، جه جوزها توفى دلوقتي، لا هو كاتب لا هو لا في اسيب الجواز ولا في، وكانت جايبه طفل منه، كانت مشكله بس لولا القاضي طرف معاها مش هيرث حتى وما فيش اي حاجه. مفيش اي يعني. حاجه مفيش اي حاجه بس وراحوا. طيب الناس اللي بتعمل كده هي الاسره فين في الحته دي لما البنت تتجوز عرفي؟ هي الاسر بتكون عارفه ولا لا؟ طبعا عارفين، بس بقى ايه حصل مشكله بين الاهل بين دولت ومن الطرف دي وطرف دي، قال لك ده اللي كان متجوزها ميت، فطبعا القاضي ترأف بيها وكده
ويعني صابت عليه يعني، قال لها عشان يعني عشان الواد يتقيد يبقى له شهاده ميلاد يعني عشان يعترفوا بيه ويبقى لها اسم الجواز يعني، يعني عايزه تتجوز تاني المفروض يبقى في اسم لا ده يعني ده كده مش حاجه صراحه قانونيه، طالما اسرتك تبقى عارفه انك انت بتعملي في الغلط ويأيدوكي على الغلط الغلط على ده الاسره كده برضه، الاسره الاسره في حد ذاتها هي مش ماشيه صح يعني، فدي اكبر مشاكل. برضو من ضمن المشاكل اللي بتحصل احيانا في ناس حتى مش صغيره بيتعرضوا لمشاكل، مثلا تتجوز وكل حاجه بعد كده الاسره اللي هي تكون هي السبب، اللي هي مش عايزين نفتح موضوع الحموات ده تماما، بس بعد كده تروح البيت تلاقي اهل الجوز مش معترفين بيها او مش حابين او مش معترفين بوجودها يعني. انا مش عارفه بس انا بشوف انه التفاصيل دي ايوه ابنك اتجوز خلاص، ما هو انت طالما عارفه الحياه لازم دي سنه الحياه كده، انت اتجوزتي وجبتيهم فلازم هو برضو يتجوز وايه ويكمل دينه ويكمل حياته، فليه انت بتتدخلي في الحته دي بالذات؟ المفروض بقى يعني فرايك في الحته دي برضو؟ بلاشت كل الامهات، هي الواحده بتحس ان ان الزوجه دي خدت ابنها من يعني مفيش حاجه تحس اسمها بغيره، هي في نوع غيره، بس احنا المفروض ان احنا نراعي نقطه ان الجواز دلوقتي مكلف، ايوه ما ينفعش ان انا اخليها ضد كده على طول، اعتبرها زي بنتي، اعتبرها بنتي، ايوه وخلي ابني يعيش حياته مع نفسه يعني يتحمل مسؤوليته. هو سعادة يعني سعادة ابنك أكيد من وسعادتي سعادتك أيوة يعني في ستات بقى بتحب تفرض سيطرتها، ودي بيجي على دماغ ابنها، أيوة الابن مش عارف يرضي الأم ولا يرضي الأم الزوجة، انا الزوجة دي بشوفها انه دي حاجه صراحه مش حاجه كويسه المفروض يعني، يعني انت ما بترضيش لو بنت لو بنتك في لا ما الحته دي ترضي مش هترضي الحاجه دي لبنتك المفروض خالص. تعتبرها بنتك يعني، ايه يعني تحاولي ما تفرضيش السيطرة قوي كده يعني، ايوه لان بنتك ممكن تقع في نفس المشكلة يعني، ممكن فانت برضو يرزقها بواحدة برضو احماتها تعمل فيها نفس المشكلة. احنا عايزين صراحه الظاهره دي برضو تخف في المجتمع، المفروض والله الامهات تحبي تتراحم مرات كده، ابنك تعتبريها بنتك المفروض كده والله. ما تحطيش انه ابنك خلاص هي خدته منك، مفيش حاجه اسمها خدته هي منك، بقى في ستات ما هو كده بعد كده بغيرة جدا بعد كده هيعمل اسره زي ما حضرتك انت برضو عملت اسره صح، على فهو فكرة، هيعمل ده في اسره ستات فمش عندها هينفع عقدة، كده. في ستات عندها عقدة من مرات ابنها، خدت ابني مني، طب ما انت خدتي برضه ايوه ما انا بقول لك انه يعني هي سلسله الحياه كده واكمال دين، ودي حاجات مفروض المفروض الناس كل واحد يعني يعيش حياته مع نفسه ويتحمل مسؤولية بيته وكده، ولو اقدر اساعده اساعده، ايوه لو ولو بالكلمة الحلوة ان انا يعني اراعي ربنا فيها لا يعني. في الفترات الاخيره صراحه حضرتك انه الاسر هي اللي ساعدت على الحاجات دي، انه كثرت الطلاقات وحتى احيانا ما فيش طلاق يعني، هي تروح عند اهلها وهو يروح في سبيل حاله واي واحد في حاله خلاص. ولو في اطفال بتتدمر بقى كده. ما انا ايوه ما احنا المحور النهارده عن الاطفال صراحه، هم اللي بيتحملوا الابع، هم اللي هم هم يتحملوا كل حاجة. ايوه هم اللي بيجي عليهم كل المشاكل دي، فالاسر مش دريانه هي بتعمل ايه يعني، هتستفادي ايه وابنك بتربى هو بعيد من اهله، فالموضوع صراحه صعب. غير انه يعني احنا محتاجين انه نبني جيل واعي، المفروض جيل يتحمل المسؤوليه لقدام، صح عشان صح ما فيش حد ضامن نفسه هيعيش قد ايه. يا عالم صحيح، ايوه المفروض يراعي ربنا في حاجه زي كده. انت عارفه ان ممكن الراجل اللي من كتر مشاكل في البيت بيروح يتجوز واحده تانية، من غير ما هي تعرف يروح ويقول لك اريح دماغي من المشاكل ديت، هجيب واحده تانية، وديت دي المصيبه ديت يعني، ايوه ايوه انت عشان تحل مشكله تتجوز واحده تانية، لا ما طبعا ينفعش لا الكلام طبعا ده يعني، لا المفروض طبعا ان يعني الام تخلى عليها شويه، انا عارفه ان يعني تبقى صعب عليها شويه لما تيجي واحده، وبعدين الواحده دي بقى عايزه ان هي تفرض برضه انا صاحبه البيت وانا مش عارف ايوه ايه، ايوه ايوه فالام طبعا بتحس بغيره ان لا انا اللي المفروض انا موجوده كل حاجه بايدي ما اعرفش ايه، فتخليها عليها شويه وتعتبر ايوه ان هي دي بنتها ايوه وعشان الحياه تمشي. ايوه لازم اصلا لازم يكون الجانب ده موجود، لو لا كده الناس مش هتعرف صراحة تتعايش. عشان نمنع حاجات الطلاق والحاجات ديت اللي هي بتعمل مشاكل دي والله. ايوه ايوه الاسر الاسرة اللي برضو مثلا بتدخل في حتة الحضانات يعني، اللي هو مفروض يعني بنتي خلاص اتطلقت فانا اللي هاخد الابن، الموضوع ده برضو صعب يعني. هو بالنسبة للحضانة طبعا لو الزوجة تزوجت فأم الزوجة هي اللي بتاخد الطفل، ايوه
لو الام الطفل لو امها مش موجوده امه هي اللي بتاخد، فديت برضو مشكله. لان الواحده طالما هتتجوز الطفل برضو هو اللي يتشرد. مثلا لو ام الزوج مش موجوده لعمته او لخالته، فطبعا ده تحطيم اسره وتحطيم الاطفال. يعني حاجات الحضانه ديت برضو اساسها هو الطلاق. ايوه في النهايه اللي يوديك لحد فين، ايوه في النهايه، مع انه احنا صراحه مش عايزين يعني ننكت على المشاهدين النهارده والله. يعني يوم جميل صراحه. بس كان لابد ان احنا نتكلم في الاطار ده يعني بصفه خاصه، عشان زي ما حضرتك قلتي المصريين كلهم بخير يا رب. كل سنة الايام كلها يا رب خير وسعادة على الشعب المصري وعلى البشرية كلها يا رب. يا رب كل سنة وحضرتك طيبة. صراحة زي ما قلت لك ان احنا مش عايزين ننكد على الناس، بس زي ما حضرتك قلت ناس كتيرة كلمتك انك لازم تتكلمي في الجانب ده، زي ما قلت لك انه يعني انت بتشوفوا الكلام ده الحاجة دي بتلتزمي ملتمسة الحاجة دي حضرتك كنت في المدرسة بتيجي الشكاوي الكتيرة، فاحنا عشان كده اتكلمنا على الموضوع ده. فاحنا برضو بنعتذر للمشاهدين اكيد دلوقتي بيقولوا احنا في ايه ما في ايه. فاحنا كان يعني كان لازم انه احنا نتكلم، عشان صراحه الموضوع بقى صعب جدا يعني كل يوم بقف عليه حياه شباب، يعني شباب بتتدمر. ايوه فاحنا مش عايزين نوصل لكده، احنا عايزين يبقى الشباب الام موجوده والاب موجود، يعني تربوا بين ايوه تربى في تربى تربيه صحيحه حتى يعني. ايوه احنا مش احنا بنعتذر للمشاهدين والله. لا هم اكيد هيتقبلوا الاعتذار بتاعنا، وفي اسر كتيره اكيد يعني بتواجه المشاكل دي، فيعني لابد ان الناس يعني تتناقش وتضع برضو حلول للمشاكل ايوه المشاكل اللي دايما بتحصل لنا. وانا من قناه الصحه والجمال دي بنشد السيد رئيس الجمهوريه الاب الحنون اللي هو قلبه فيه كله رحمه وموده، ان هو برضو القانون ده يعني بلاش ال15 سنه دي، يعني خليه مثلا 9 سنين على الاقل، بحيث العيل الطفل يعني يبقى فيه يعني قدوه، الاب يبقى قدوه وراه. ايوه انما كده ده قرب يبلغ سن رشد، يعني خلاص ممكن يعني يتربى من غير اب بقى كده. ايوه فانا بنشد ان هو يحاول ربنا يا ربي يا رب يوضع يعني يبعد عنه الشر يا رب يحفظه، ان هو يخلي القانون ده يعني خفيفه شويه، يعني على هو اب حنون وقلبه رحيم، وانا يعني هيصعب عليه الابهات برضو والله. ان شاء الله. صراحه يا استاذه هدى الكنترول بيشاوروا لي انه احنا وصلنا الى الختام بتاع الحلقه. انا بتشكرك جدا صراحه انك كنت ضيفه عزيزه عليا للمره الثانيه، زي ما قلت انه انا والاستاذه هدى بنعتذر للمشاهدين لو احنا نكدنا على حد، بس كان لابد انه احنا نتكلم في الموضوع ده، وكان موضوع مهم جدا، واكيد لنا حلقات ولنا لقاءات ثانيه مع الاستاذه هدى اللي دائما منوران ومشرفان في الاستديو. اعزائي المشاهدين لغايه هنا وصلنا الى ختام حلقه اليوم، استنونا الاسبوع اللي جاي حلقه جديده وضيف جديد، الى اللقاء.